صباح الفل والياسمين والورد والجمال على كل شعب مصر وكل متابعين برنامج نعم أستطيع. معاكم النهاردة في حلقة جديدة متنوعة من برنامج نعم أستطيع. حلقة النهاردة حلقة مثيرة للجدل، فيها أكتر من موضوع هنتكلم فيه. بدون مقدمات ندخل في موضوع فقرتنا. هنتكلم النهاردة عن الثانوية العامة اللي بتدخل كل بيت وكل أسرة مصرية بالرعب والقلق والتوتر، وده الطبيعي بتاعها كل سنة، لأنها بتكون تحديد مصير لكل طالب إن هو يحقق هدفه ويحقق حلمه بالكلية اللي هو عايزها. بيبقى فيه توتر وقلق كتير، ضغط على الأعصاب كتير، بس أنا بنصح كل طالب وكل طالبة إنه يدخل الامتحان بهدوء، ما يبقاش واخد الموضوع بشدة أعصاب، عشان التركيز مهم وربنا بيوفق الجميع، واعمل اللي عليك والباقي على ربنا. بس السنة دي مختلفة، السنة دي الثانوية العامة جاية في زمن الكورونا، امتحانات الثانوية العامة في زمن الكورونا، غير الرعب الثانوي اللي البيوت كلها بتعيشه بسبب الثانوية العامة، في الكورونا. وطبعا أولياء الأمور رعبهم على أولادهم وخوفهم على أولادهم من الامتحانات ومن الكورونا، فكلها توتر في توتر السنة دي. بس الحمد لله الدولة خدت احتياطاتها وعملت استعداداتها لمواجهة امتحانات الثانوية العامة في زمن الكورونا، من بوابات تعقيم لتوزيع كمامات لاهتمام بالطالب انه لازم يبقى داخل اللجنة بتاعته بالكمامة، وتطهير الايد بالكحول، وواقي شفاف للملاحظين. والتعقيم والتطهير في امتحانات الثانوية العامة مش للطلبة بس، التعقيم والتطهير ده لكل المشاركين في أعمال الامتحانات. نروح نشوف تقرير. النهارده احنا جايين نتابع معانا السيد مدير المديريه والزملاء كلهم من الاداره، بنشوف مع بعض الاجراءات الاحترازيه اللي هيجب اتباعها في اثناء دخول الطلاب، التباعد بينهم وهم وترتيبهم وتجهيز لهم اماكن قبل دخول من بوابه التعقيم، كذلك بعد ذلك اللي هو الكشف الحراري عنهم، ثم تسليمهم المعقمات والكمامات، وكذلك العلامات الارشاديه للتوجه الى اللجان وحجره الطبيب اللي هيتم ارسال اي طالب له يكون عنده اي مشكله. انا بس عايز اطمن ولادنا واهلينا، بقول لهم احنا ان شاء الله ولادكم في عينينا، احنا زي ما انتم خايفين عليهم احنا كمان خايفين عليهم، وان شاء الله الامتحانات تتم بصوره امنه تضمن تكافؤ الفرص. حرص وزاره التربيه والتعليم على انها تعمل امتحانات ده علشان تحفظ حق الطالب في دخوله للجامعه، ده كان سبب حرصنا على ان نعقد ثانويه عامه باجراءات امنه احترازيه امنه. غير وجود سيارات إسعاف وأطقم طبية لأي حاجة تحصل في اللجنة من أي طالب. وسمعنا كتير عن إن في طالب اتنقل على عربية إسعاف بعد امتحان، وطالب تعب في الامتحان. لو سمحت يا جماعة، أي طالب تعبان أو شاكك إنه في حاجة ما يروحش الامتحان، هيأجل الامتحان وهتدخل الامتحان تاني، وهتبقى بتتعامل معاملة إنك أول مرة تدخل امتحان، حفاظا على الطلبة اللي معاك وعلى أهلك على كل الناس. ده مرض مش بيجي لفرد واحد بس، بيجي لك وممكن كل المختلطين بيك يجوله، فياريت نحافظ على النقطة دي. طبعا لازم أشكر وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية على المجهودات العظيمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية في أزمة كورونا.
في بقى جانب سلبي للموضوع ده ويمكن لفت نظر كتير من الناس، التجمعات. أولياء الأمور بره المدرسة دي مظاهرة مش امتحان ثانوية عامة. يعني لو طفل في أولى ابتدائي رايح يمتحن هنقول أوكي ماما بتنزل معاه، لكن ده ثانوية عامة. أولياء الأمور معظمهم من كبار السن، يا جماعة خافوا على نفسكم، المنظر اللي انتوا شايفينه ده ما ينفعش. احنا في أزمة، الدولة بتساعد، يبقى احنا كمان لازم نساعد، يبقى المساعدة من الطرفين. مصر قوية بشعبها. أنا مش عارفة أقول إيه غير إنه بجد لازم ناخد بالنا ويبقى في وعي. إحنا ما ينفعش يبقى عندنا وعي غير لما الحكومة تفرض غرامة أو حظر. لازم يبقى في وعي يا جماعة مننا. أرجوكم أولياء الأمور من كبار السن، معظمهم مش كلهم أكتر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. لو سمحت الطالب ينزل يمتحن ويرجع على بيته، ولو سمحت من الطلبة ما يبقاش في تجمعات بره الامتحان. يعني الحكومة والدولة بتساعد انه يبقى في تباعد اجتماعي داخل اللجنة، واحنا بنعمل قرب اجتماعي بره اللجنة. زي برضو لقيت حاجة غريبة قوي، وصلت رأس لطلبة بعد الامتحان بتاع اللغة العربية اول يوم. طبيعي احنا شعب بنحب يفرح وبيحب يهزر ومعروف بخفة دمه، بس مش في الوقت ده يا جماعة، مش في الوقت ده. ندعي ربنا انه ان شاء الله يكون على اخر يوم امتحان تكون ربنا شال البلاء والوباء ده من على مصر ومن العالم كله، ونرقص براحتنا وفرحوا براحتكم وتفرحوا بشهادتكم وتحققوا حلمكم. بس ما ينفعش المنظر اللي قدامكم ده، ما ينفعش خالص. احنا في ازمة والبلد في ازمة واحنا نعمل كده؟ ما فيش وعي. ارجوكوا خافوا على صحتكوا، الطلبة تخاف على أمهاتها وأبهاتها. المرض مش بيجي الواحد بس، المرض ده بينتشر لكل المخلطين بيك. المرض ممكن يجيلك من لمسة، من هوا. أرجوكم يا جماعة نتبع التعليمات، ويريت أي حد طالع بعد الامتحان مش يقوم ماسك الكمامة ورميها. ده برضو ما ينفعش. من الحاجات اللي أنا لاحظتها إن الكمامات بتطلع تترمي على طول. لا، لو سمحت أي طالب يطلع يمكن الكمامة بتاعته معاه يقطعها قبل ما يرميها ويرميها في باسكت. طبعا احنا عارفين ان المصريين فينا فهلوية كتير، فيجي أي أزمة نطلع الفهلوة بتاعتنا. ممكن الكمامات دي أي حد ياخدها يعمل لها إعادة تدوير، يلبسها تاني بنفس الفيروس والميكروبات اللي فيها. أرجوكم كل طالب وكل فرد يرمي الكمامة يقطعها الأول. معايا بقى مداخلة من خبير الفلسفة وعلم النفس أستاذ أحمد سلام. ألو ألو ألو، منورني ألو. أستاذ أحمد، أهلا 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 بحضرتك يا فندم. ازيك يا بوسي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم، منورة الشاشة. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. ايه رأي حضرتك في اللي حصل اول يوم امتحان اللغة العربية؟ بصراحة كان منظر وحش يعني. بس النهاردة اللي انا شفته بقى من بداية اللجنة، النظام اختلف، في مرور على اللجان من المحافظين، من المسؤولين، من رجال الشرطة، نظموا العملية اكتر. اول يوم كانت الدنيا زحمة قوي بلا مبرر، ودايما انا بسال نفسي ليه ولي الامر رايح مع ابنه اللي عنده 16 17 سنه، ما ده اللي انا أو بتكلم مع فيه، رايح معاهم اللجنه ليه؟ حتى لو هو صغير كده مفيش اعتماد على النفس، كده بيجيب له توتر اكتر. وبنشوف المناظر اللي هي قاعده قدام اللجان، الاهالي الام سايبه بيتها والاب سايب شغله وعاملين ازدحام. ده احنا في مرحله صعبه، ما ينفعش هذا الكلام. ونبهنا عليه كتير جدا جدا لظروف البلد، وعشان خاطر الطلبه تعرف تركز. انت بعد الطالب ما يحل انت هتراجع له ايه؟ انا من رايي ان ولي الامر ما يناقش ابنه في الامتحان
اللي خلص ده كمان حفاظا على نفسيته المادة الجاية. ما لسه بقول اهو اللي خلص خلص، انا دلوقتي هقعد اناقش في ايه او هقول له عملت ايه، اللي اتعمل اتعمل، وابدا استعد بقى للمادة ايه الجديدة. فالازدحام غلط غلط غلط، ملوش لازمة عشان الدنيا تعدي على خير، لان في مرحلة صعبة. ايوه يا فندم. طيب حضرتك ممكن توجه لنا رسالة للطلاب واولياء الامور كده من خلال برنامج نعم استطيع؟ لازم اقول حاجه كويسه جدا، السنه دي احسن سنه هتمر على طالب الثانويه العامه، مش هيشوفها بعد كده. اولا الامتحانات هتيجي سهله جدا، وانا متاكد من هذا الكلام، وظهر الكلام ده في اول يوم في العربي. ثانيا ما شالونا من كل منهج الباب الاخير، لان احنا بنمتحن لغايه يوم 15/3، كل ده هيسهل. بس الامتحان فن، يعني لازم تعرف كل طالب او يعرف كل طالب ان الامتحان فن، مش اي حد يقدر يجيب الدرجه. عاوز تركيز، عاوز تقرا السؤال مرتين، عاوز تكتب في نقاط. اللي انا بلاحظه في جميع الطلبه ان بيكتب الاجابه على بعضها، لا الاجابات اللي يمدي بقت مختلفه. هندي مثال، السؤال عندنا مثلا في الفلسفه السؤال بثلاث درجات، كان زمان من 3 4 سنين الطالب يجاوب ياخد 3 من 3، لا دلوقتي ما بياخدش كده. رقم 1 عليها درجة، رقم 2 عليها درجة، رقم 3 عليها درجة. يبقى انت مطلوب منك ان انت ترتب الاجابات في 1 2 3 عشان تبقى واضحة للاستاذ اللي بيصحح. كمان اقرا السؤال مرتين، مهم جدا. انا كمدرس احيانا بقرا السؤال مرة واحدة ممكن اغلط، لكن تخيل بقى انت كطالب المفروض تقرا السؤال مرتين، وبعد ما تخلص المراجعه السليمه. دي نصيحه مهمه قوي، اقرا السؤال واقرا الاجابه. في بعض الطلبه بيخطئ بيراجع الاجابه بس، طب ما انت بتراجع الاجابه وانت مش واخد بالك من السؤال. ساعات يبقى ناسي مثال، ساعات يبقى ناسي نقطه. وفي طلبه برضو تقول لك انا ما بحبش اراجع، مفيش حاجه اسمها ما بحبش اراجع، انا في حاجه اسمها ان انا عاوز اتاكد من اجابتي. الامتحان 3 ساعات مثلا، الطبيعي لو انت طالب متوسط تحله في ساعتين وتراجع في ساعة. ما انت في ساعة تقعد فاضي، اقرأ وراجع مرة واتنين وما تزنقش اجابتك. ولو خطك وحش بينه، انا ممكن يبقى خط وحش بس يتقري ترتيبك واكتب بالراحة وعلى مهلك. برضو في مفهوم خطأ عند بعض الطلبة، يقول لك انا بكتب بسرعة عشان ما انساش، ده غلط. في علم النفس يقول انت مخزن المعلومات في الذاكرة، كتبت بالراحة هتجاوب، كتبت بسرعة هتجاوب، طب أنا ليه لا أتسرع ليه؟ وأخلص الامتحان في ساعة؟ استحالة امتحان 3 ساعات أخلصه في ساعة، يبقى أنت في حاجات ناقصاك. أكيد. ماشي. طيب حضرتك ممكن بقى تقول لنا أسئلة متوقعة في امتحان الفلسفة والمنطق الخميس الجاي إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. أول مرة برضو في امتحان الفلسفة والمنطق، يبقى في فرق ما بين مادة ومادة 7 أيام. النهارده الخميس هيخلص انجليزي، هيمتحن ادبي فلسفه والمنطق يوم الخميس 2/7. لازم الطالب يقسم الفلسفه والمنطق على 7 ايام كيفما شئت، بس اوعى تكسل، ما تقولش لسه فاضل 7 ايام وتاجل لاخر يوم. بعض الاسئله المهمه ناخد بالنا ان الفلسفه 3 موضوعات او 3 ابواب، هو شال الباب الرابع. الموضوع الاول هيجي منه 4 نقاط، منهم نقطة اختياري. هندي بعض الأمثلة. سؤال مهم جدا، كشف المصريون القدماء عن حبهم الشديد للبيئة الطبيعية، دلل بثلاثة أمثلة مما درست. سؤال غاية في الأهمية، إجابته ببساطة هقول عناوين بس والطالب عارف هو بيجاوب إيه. 1 كتاب الموتى، وده أقدم كتاب مصور. 2 تعويذة إعلان البراءة أمام الإله العظيم. 3 تقديس النيل، قدم المصريين القدماء نهر النيل، قدسوه لدرجة العبادة وقدموا الأناشيد. سؤال حلو ب3 أمثلة، وأنت عارف شرح كل واحدة وتكتبها بالتفصيل. السؤال الاختياري بقى ممكن يجي لك إيه؟ اختار الإجابة الصحيحة مع التعليل. استند بيتر سينجر في إقراره لحقوق الحيوان إلى مذهب، ويجيب لك 4 اختيارات عشان تختار واحدة. اختار الأول، الإيكولوجيا العميقة،
2 أخلاق الأرض، 3 المنفعة العامة، 4 أخلاق المسؤولية. أنت مذاكر بيتر سينجر، يبقى أخلاق المنفعة العامة أو مذهب المنفعة العامة. وشرحها ببساطة، إن بيقول بيتر سينجر إن لازم حقوق الحيوان متساوية مع حقوق الكائنات الأخرى، وقال إن أعظم قدر من السعادة لأكبر قدر من الناس، دي الإجابات. وقال الحيوانات زي الإنسان. أظن كده الطلبة إيه؟ ملهمش حج، تشعر بالألم، فيجب أن يأخذ الإنسان في اعتباره المعاناة التي يعانيها الحيوانات وخاصة في المعامل. سؤال كمان وحلو، أوعى تنسى ابن خلدون وأسهمته في البيئة وهنزي وناس. يبقى أنا كده خدت الموضوع الأول في الفلسفة. طب الموضوع التاني هيجي لك 4 نقاط، منهم نقطتين اختياري. سؤال غاية في الأهمية، بيكرر في الامتحانات كتير قوي. للفلاسفة دورا هاما في نشر الفكر البيوتيقي، دلل بمثالين. هم 2 مشهورين عندنا، دانيال كالهان وهانزي وناس. كل واحد قال نقط بسيطة. دانيال كالهان عرف الفكر البيوتيقي، أسس مجلة ناطقة باسمها، شارك في تأليف موسوعة. أما هانزي وناس ساهم في عالمية البيوتيقى. بشكرك أستاذ أحمد سلام على المداخلة معايا، شرفتني ونورتني، وأتمنى تكون الأسئلة مفيدة للطلبة، والدولة بتساعدكم وبتلغي حاجات. يا ريت نركز ويبقى عندنا وعي، الوعي الوعي يا جماعة، للطلبة وأولياء الأمور ولشعب مصر كله. النهاردة تاني يوم امتحان اللغة الإنجليزية، أتمنى إن اللي حصل بعد الامتحان في امتحان اللغة العربية ما يحصلش النهاردة، وبالتوفيق لجميع الطلاب إن شاء الله. عندي بقى خبر سعيد جدا، جامعة طنطا تقترب من الإعلان عن علاج رسمي فعال للوقاية من فيروس كورونا، والكلام ده صرح عنه دكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا. معانا مداخلة من دكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا. ألو. ألو، صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح النور يا فندم. حضرتك ممكن تكلمنا عن أكتر عن الخبر ده؟ هو الخبر ده يعني هو الحقيقة طبعا كان في المؤتمر الأول العلمي على مستوى جامعات مصر، لكن هو كان مؤتمر دولي نشرنا فيه كل الأبحاث تقريبا اللي تمت في الفترة الأخيرة عن كوفيد 19، وكان من أحسن الأخبار كان العلاج اللي اتلقى، أو يعني بنقول خطة العلاج، اللي هو كان في عقار اسمه، كان بيتكون فريق العمل من الدكتور كمال عوفات نائب رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة عشناوي، والدكتور يوسف حجاج. والعقار دوت هيستوردين دوت مهم جدا في علاج ووقاية كوفيد 19. هو فكرة علاجه بس سريعا ان هو الفيروس دوت بيمنع دخول الدواء ده بيمنع دخول الفيروس جوه خلية الرئة، عن طريق ان هو بيمنع ارتباط الفيروس بمستقبلات الخلية. والفرضية دي بتقول ان هو بيرفع درجة المناعة، وبيتاخد طبعا ده، ووجد ان هو بيتاخد كمان مع مثبطات التجلط. فده لما اتعمل عليه تجارب سريرية، واحنا طبعا جاي الموافقات الرسمية من وزارة التعليم ووزارة الصحة، وهو الحقيقة البحث اتنشر، وهو لما تم الكلام ده تم على بعض المرضى. البحث اتنشر يا فندم في احدى المجلات العالمية الطبية. بالظبط كده، اتنشر في مجلة ميديكال هايبوثيسيس. ممكن نعرض صورة المجلة؟ ممكن، اتفضل يا فندم. الحقيقة طيب انا برضو اللي انا عايز اقوله هو يعني اعتبر على احنا تناولنا في البحث ده 3 فرضيات. الاولى زي ما قلت لحضرتك ان الهيستردين ان هو موجود في بعض في بعض الادوية زي التاكسون، وده بيمنع زي ما قلت لحضرتك دخول الفيروس كورونا الى خلية الرئة عن طريق منع ارتباطه ومستقبلات الخلية، وتاني حاجة انه بيرفع مناعة الخلية ضد الفيروس، وبيمنع تسريب حدوث السيتوكاين ستورم اللي هي المستقبلات المناعية اللي هو رد الفعل الجسم، وهو ده الأساس اللي هي اللي احنا بنخاف منها، اللي هو رد فعل اللي هو الهبوط المفاجئ في مناعة الجسم ضد تكاثر الفيروس بالملايين، هو ده اللي بيحصل في حالة الكوفيد 19.
وده طبعا مع بيتاخد مع الهيفرين، فجبنا حدوث الجلطات اللي هي بتبقى سبب الوفاه الاساسيه في المرضى في الحالات المتاخره. وده الحقيقه تم تطبيقه، واحنا ما زلنا في اجراء تطبيقه في مستشفى العزله جامعه طنطا على بعض الحالات المتقدمه اللي موجوده على اجهزه التنفس الصناعي او الحالات المتاخره. بالاضافه اللي انا بس عايز اوضح كمان انه مش عايزين نحصر النجاح فقط في دوت، ان احنا برضو عندنا اكثر من حوالي، يمكن جامعه طنطا كانت مرائده في الابحاث، عندنا اكثر من 55 بحث حتى الان. يمكن البحث برضو كان مقدم من قسم الجلديه، برضو كان في عقار الايزو 39 ده بيستخدم اصلا في علاج حد الشباب، ووجد ان هو برضو بيمنع مستقبلات الكورونا، فيروس كورونا انها تخش داخل الخليه، بتمنع دخول، انها بترتبط بالمكان اللي هو بيدخل عن طريقه جوه الخليه، وفي نفس الوقت بتعمل تثبيت للبروتين الخاص بتكاثر الفيروس، فبتمنع تشفيره بواسطه جينات الفيروس. فهو طبعا انا مش عايز اعقد الموضوع للناس، لكنها كل الحاجات دي بترفع المناعه وبتحسن من الاداء. احنا كل بنقول طيب هيتم الاعلان رسمي امتى عن العقار ده يا فندم؟ بص حضرتك، خلينا واقعيين، احنا طبعا عشان نقول العقار يتم استخدامه لازم يمر ببعض الاجراءات، يعني له ثلاث مراحل، الاجراءات السريريه اللي احنا بناخد عليها الموافقات المبدئيه، وبيتم تجربته من استشاريين سواء الصدر او استشاريين او الاساتذه في العنايه المركزه والصدر ومناطق طب المناطق الحاره والبطنه وطب الطوارئ، عشان يتم دراسه كل الجوانب بتاعته ويتحط الالياف في استخدامه. يعني انا عايز اوضح ان دي خطوه كويسه جدا، احنا العالم كله بيتسابق في ده، ان يكون جامعه مصريه وجامعه طنطا بالذات يعني كلها تسابق في هذا، اعتقد ده حاجه كويسه جدا. لكن طبعا ان البحث تم نشره ونشر فكرته ونشر تجاربه الاوليه في مجله دوليه زي اللي ذكرتيها حضرتك واللي في صورتها، فاعتقد ان الخطوه الجايه ان شاء الله قريبا جدا الاعلان عن تطبيق العمل ده، وان احنا ازاي نستفيد من المشتقات الاساسيه بتاعت هذا العقار واستخدامه بصوره مماثله سواء في الحالات المتوسطه والحالات السيئه او المتقدمه اللي في العنايه المركزه من حاله كوفيد ان شاء الله. بشكرك دكتور احمد على المداخله، وان شاء الله يتم الاعلان الرسمي على العلاج، وان شاء الله ربنا يرفع عننا الوباء ده. قبل ما انهي الفقره بتاعتي، انا حصل لي موقف شخصي صغير من 3 ايام وانا راجعه من اسكندريه لطنطا على الزراعي. انا وماما كنا راجعين في العربيه، لقيت عربيه نص نقل بتكلكس جامد من كتر الصوت، انا بصيت لها فلقيته بيشاور لي على عجله العربيه، فوقفت بقول له في ايه؟ قال لي ده العجله بتتفك. انا طبعا كبنت اسمع العجله بتتفك وانا ماشيه على اخر سرعه، انا وقفت يمين ونزلت اشوف ايه العجله بدون تفاصيل كتير عشان وقت حلقتي، رايحه افتح شنطه العربيه عشان اجيب الكوريك، لقيت الراجل ده لسه رايحه ببص على العربيه من قدام العجله اللي قدام، لقيت الراجل ده لسه هيدي على دماغ مامتي بحديد. في لحظه، والله العظيم الموضوع خد لحظه، ان انا لقيت دوريه جايه من ورا، هو شافها رمى كل حاجه وخد العربيه وطار. الدوريه نزلت، ظابط في منتهى الاخلاق في لحظة، أنا معرفش فعلا جم منين. وإحنا لو كنا في أي زمن تاني غير الزمن اللي إحنا فيه ده، فعلا أنا ما كنتش هبقى قاعدة قدامكم هنا. فأنا بشكر شرطة البحيرة بالأخص، وبشكر الشرطة المصرية، وطبعا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو مش رئيسنا بس، ده أب لكل مصري وكل مصرية. وتحيا مصر، وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.